التمبريتشر او توسيع متجانس لدرجه الحراره. طب انت لما تسخن الميه، الميه تسخن الاويل اللي موجود هنا، في سداده كده اوراق هنا بتقفل لك فتحه تحت هنا. اول لما ارفعها ايه اللي يحصل؟ الاويل يا شباب هينزل. بحسب السبب اللازم ان كل كميه الاويل نزلت اخر تايم قد ايه، ده من قياس الفيسكوسي او اللزوم. ايه علاقه الزمن باللزوم يعني؟ ما انت كل ما الزمن هنا بقى فترته اطول، يعني الاويل اخذ وقت طويل عشان ينزل، معناها اللزوجه بتاعته ايه؟ عاليه. لكن لو نزل في وقت قليل معناها اللزوجه بتاعته ايه يا شباب؟ قليل. ده بيقيس منه، بيقيس منه ايه؟ اللزوجه المطلق، اسمه جهاز ايه؟ ريد بول. في جهاز شبيه زيه 127 برضه على اليمين، اسمه جهاز انجلر. على اليمين انجلر، انجلر فيسكوميتر، اكتب تحتيه كده بيقيس لك الريلاتيف فيسكوستي. ريلاتيف يعني ايه يا شباب؟ يعني اللزوجه نسبيه. طب فين الريلاتيف فيسكوستي بقى؟ بصوا معايا كده، هو الجهاز فين؟ ايوه الجهاز ده، الجهاز الاحدث زي ما انتم شايفين اهو. اه فظيع. اه طب الكهرباء يا ابني الثاني ما كانش. طبعا في الاجهزه الكهربائيه يعني شركات البترول او الكيماويات او كده هتلاقوا الاجهزه دي موجوده، بس بميكانيزم يعني نفس الفكره يعني، بس بدل هنا مثلا يبني هنا شاشه مثلا، هنا الشاشه دي تجيب لك التايمنج الخاص بنزول الاويل او نزول الزيت. طيب يعني كان دي شاشه بالظبط، شايف شايفها ولا مش شايفها؟ دي ايه دي؟ شاشه تاتش سكرين يا شباب، بس هي مش موجوده دلوقتي، بس الاجهزه الحديثه فيها كده. يعني ده مزود بايه بقى دوت؟ شاشه برضه. شاشتين، برافو عليك يا جدع. اسالكم كده في الشغل، اقول لك دي ايه؟ تقول لي شاشه. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ هنا جهاز زي ما انتم شايفين في الشاشه. هنا في النص هنا في الاويل او الزيت برضه، نفس الفكره. حوالين الاويل في ميه، بس هنا بدل ما بسخن بلهب او فليم، لان ده سائل بترولي. انت ممكن طالب يسال يقول يا دكتور طب ليه بسخن عن طريق الجزء ده؟ بسخن مباشره على الاويل على طول. سائل بترولي بيشتغل منك، انا بسخن عن طريق حاجه يعني ان دايركت. نفس الكلام هنا، بس هنا ايه الجديد بقى؟ ان انا بدل ما اسخن بفليم او لهب بسخن بايه يا شباب؟ بالكهرباء. واخد بالك؟ عشان مفيش فليم، مفيش لهب، فمفيش فرصه ان الاويل او الزيت يشتعل عنك. طب انت قلت لي يا دكتور انا بعين الريلاتيف فيسكوستي، هنا بجيب تو تايم، زمن نزول الووتر قد ايه وزمن نزول الاويل قد ايه. يبقى انت هنا بتعين كام زمن؟ زمنين، زمن نزول الميه على زمن نزول الزيت. عشان كده بتكتب عندك هنا بنعين حاجه اسمها انجلر ديجري او درجه انجلر. انجلر ديجري او درجه انجلر. هو امر الله، هو كده. لا المفروض انت في النور ما يبقاش فيه. هقول له المره الجايه ما يعملش كده. انت ممكن تعمل كويس، سؤال كويس. ليه بتسخن؟ عشان انت عايز تشوف علاقه اللزوجه مع الحراره. يعني انت ليه بتحط الفايل في موتور العربيه؟ ليه؟ عشان يقلل الفريكشن فورس او الاحتكاك اللي موجود في اجزاء الموتور الداخليه. طب الموتور بيسخن ولا مش بيسخن؟ طيب يبقى انت لازم الاويل اللي تحطه يتحمل الحراره دي ولا لا؟ ما هو لو في جوه الموتور بقى عامل زي الميه، مش لازم تحط الميه بقى. عشان كده الاويل للعربيات الصغيره غير العربيات الكبيره غير عربيات القوناش. يقول لك انا عايز زيت ديزل، ايه زيت الموتور اللي بيشتغل احمال اكتر بيسخن اكتر، فعايز اويل يتحمل حراره عاليه. فده لازم اعرف الاويل ده لزوجته بتتغير ليه مع درجه الحراره. فاهم حاجه؟ طيب جهاز انجلر بيعاين انجلر ديجري او درجه انجلر او انجلر ديجري.